أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضاً بنسبة 0.19% عند مستوى 7480 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 37 مليون دينار. وجاء سهم شركة الاستثمارات الوطنية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 3.68% ليغلق عند 0.19 دينار. تلا سهم ميزان القابدة بنسبة 1.88% ليغلق عند 0.43 دينار. أيضا تلا سهم شركة الأفق تمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة بلغت 1% ليغلق عند 0.19 دينار. بينما تصدر سهم شركة طيران جزيرة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 2.58% ليغلق عند دينار 0.85.